حمد عيسى يصيره مدلول يخطفها من امامه خالد عبد الغدوس حاول يعدي الكره معاه تلعب الى منصور هيندو خطره منصور شوت جول 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 خالد عبد الغدوس الى منصور هيندو ما تاخر فيها تقدم خطوات قليله ولعبها في الزاويه البعيده عن الحميدي مانع حميدي مانع عبد القدوس صنع الفرصة والتمريرة لأيندو ما تأخر فيها المحترف شوف 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 هذا أيندو شوف طالع الزاوية البعيدة عن حال العكسية في الزاوية العكسية راح جهة اليمين منصور هذا خالد عبد القدوس أول ما صنع التمريرة شوف لما مرر هذا أيندو شوف طالع المرمى وحارس المرمى أخذ جهة اليمين لعب الكرة في الجهة العكسية ناحية الشمال والهدف الأول للعربي في الدقيقة 24 هذه عادة مرة ثانية بالبطيء هذا منصور هيدر.